المباراه. كابتن شريف، كابتن عمرو انور عايز اخد من كلامه، قال نقطه مهمه جدا، قال برغم ان احنا تبلغنا بس من اسبوع بمباريات الدوري، لكن الحمد لله كنا احنا بنستعد من بدري. الاستعداد ده النهارده ادى الافضليه للنادي الاهلي بدنيا، وكمان 5 اهداف اكثر من رائعين. بص كابتن اسامه، انا متابع قطاع الناشئين كله. انت عارف موجه الحر اللي كانت موجوده في اول الصيف، كانت الفرق كلها طبعا بقياده خالد بيبو بينزلوا يا كابتن عادل الساعه 5 الصبح. ايوه، تدريبات 5 الفجر. 5 الصبح، يعني انا عندي ناس بيقولوا لي عايزين نودي حد اللعيبه تشوفها، اقول له انا هصحى لك الساعه 4 الصبح. قالوا اذا كان الكابتن خطيب بيصحى 4:30 الصبح وبنلاقيه 5:30 الصبح مع اللعيبه، عملها كذا مره يعني بيبقى موجود. ففي اهتمام جامد جدا بقطاع الناشئين، من بيحاولوا يريحوا اللعيبه ازاي، كان مش بس ان هم يفاجئوهم ان في بطوله هتتلعب بعد اسبوع، فهم يعني بيعدوا العده من فتره، من شهرين ثلاثه الحقيقه. يعني عارفين ازاي يخشوا الموسم ازاي. وانا كنت تابعت كمان مبادرة بتاعتك لما كلمت على حاله اختبارات اللعيبه وما اعرفش ايه، لا لازم نوفر للناس دي، ومفيش حاجه، كنا بنعمل الاختبارات ب 50 جنيه و100 جنيه وكده. اسامه عمل مبادره، قال لك حرام حرام ان الناس دي تدفع فلوس وانهم يجوا. احنا فاتحين الابواب وعندنا حاله احترازيه كبيره جدا للعيبه ان في كورونا وما اعرفش، فاحنا بنحافظ فعملنا كذا مبادره. هذا الشكل اللي احنا شفناه النهارده في المباراه دي الحقيقه، واللعيبه اللي هي عندها كل ده، في شغل من سنين فاتت ومن 3 4 شهور للشكل ده، وداخلين الموسم ده غير الاحداث يا كابتن عادل اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت كلها، فحاطين قدامهم من ملاعب لاذاعات مباراه لابراز مواهب الدنيا كلها، عشان يبقى في حائط كبير جدا يقدر يمد الفريق الاول. فاروق صلاح خد منك كلمه مهمه يا كابتن شريف، انا ما خدتش بالي ان هو معايا وانا على الهواء، وخدها منك وانت بتقول ان بعد لقاء النهارده لا انا مطمن على مستوى او قطاع الناشئين بالنادي الاهلي بعد الاداء اللي شفته. وكابتن عمرو انور بيقول دي البدايه، ان شاء الله هيكون في احسن واحسن كمان. وببارك لجهازه الفني، مدرب محترم جدا بيحب الكوره جدا بايده وبصمته، واللعيبه بتحبه، بيعرف يتكلم ازاي مع اللعيبه ويحببهم في الحكايه. وعمرو قال كلمه حلوه، قال لك انا عندي لسه انا بحب اللعب وبحب النتائج، ودي نتيجه 5 اهداف مع فرقه، الفرقه دي مش وحشه بتاعت